بداية والسادة، إن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبتت مجدداً أن البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنها عرضة كذلك للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها. وهنا تقدر الإشارة إلى ما يحمله موضوع دورة الجمعية العامة لهذا العام من أهمية، إذ لخص ما نحن بحاجة إليه في عالم اليوم، من صمود في مواجهة وباء كوفيد-19 وأمل في التعافي منه، الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم، وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية، بل ويكسبها أولوية قصوى. ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أستعرض من خلال هذا المحفل المهم رؤية مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية للواقع الدولي، وإسهاماتها في مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. السيد الرئيس، تقدر الدولة المصرية خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، وفقاً لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات، حيث تستأثر الدول المتقدمة بالنسيب الأكبر من إنتاج العالم منها. وتشير مصر على وجه الخصوص إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية، حيث باتت قارتنا الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة في الوقت الذي تواجه شعوبها تحديات أخرى لا تقل خطورة عن فيروس كورونا. ولذا حرصت مصر على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضاً للتصدير إلى القارة الإفريقية.